السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله بصحة وسلامة. من الرياض إلى لندن. فكرة المقطع على السريع، هنجرب ثلاثة مطاعم الشيف المشهور جوردن رامز. مطعم فئة دولارين، طبعا كل ما زاد دولار صار أعلى، فئة ثلاثة، فئة أربعة أغلى شيء. كله على حساب قناة فالكم. طبعا اللي ورانا هذا أول مطعم تقييمه 4.2. يلا. هو ينتقد الناس كثير، فحنروح نجلده. طيب الحين هذا المنيو، فيلا نشوف إيش نختار. شوف في طبق عنده مره معروف، ايوه، بيف ويلينغتون. نخليه اغلى مطعم ولا نجربه هنا ولا نجربه في كل المطاعم؟ ايوه نجربه في كل المطاعم. طيب هو اغلى واحد من الجد. بليز الاو 45 مينتس. اوه 45 دقيقه. اللي طلب هذا شوف طبعا نبقى. هنجرب برضو اشهر شيء في لندن، فيشن شيبس. ايوه هذه لازم نجربها، سمك المقلي والشيبس حقهم يسموه. أيوه. شيبس سمك وبطاطا بتر تشيكن برضو من اشهر الاشياء اللي في لندن. ايش رايك سبايسي تونه ترتار؟ لا طب تونه نيه وسبايسي عليها. Can we have as a starter the Caesar salad? For the main course, can we have the beef Wellington? Can we have the butter chicken and fish and chips? Can we have one macaroni cheese? طلبنا ودحين راح نسوي جيتسو التجهيز. ورهم ورهم. بس أم الدنيا. لا. يلا بسم الله. مرة مرة حلوة، أنا عجبتني. هذا أشهر طبق عند الشيف هذا جوردن رامز، نشوف إيش عنده. طبعا ما يمدينا مع الصوص للأسف الشديد إنه في واين. ولا مو أم ما عجبني والله. والله إني حسيت من الشكل ما يشهي. شوف اللحمة حلوة. شوف هذا ما سوى. أصبر أصبر، أنا ما أبغى أجرب ذا، أبغى أجرب البطاطس. شوفوا واحدة كبيرة تأكلها تشبع. بس يا أخوي مش كده. البطاطس مرة دسمة داخل كافل. يا جماعة الخير سمكة كانت زلها من البحر شوي. سلام والله طرية مرة صح؟ كيف؟ أنا أحب السمك والله. كيف طيب؟ سهل؟ أنا عجبني والله الصراحة. سمك سمك. ايش تبغى طيب انت؟ تجيب سمك تبغى مو سمك؟ لا ابغى يعني التشيكن كاري. واضح واضح جدا انه تشيكن كاري. يلا يلا بسم الله. بتر تشيكن لا والله ما اقدر. ما يا جماعه الخير ايش ذا؟ ربما واحدة شبع مرة كبيرة. الشكل انا اعطي الشكل 4.5 يا حنكة. والله الشكل حلو يا اخي. النص لازم عشان كذا تبين انه فاهم، بعدين هو ينجبر يصير 4. طعم بالنسبة لي يعني 2.5. اتفق مع بندر 2.5. تحس كل الاكل ناقصه ملح بس والله كجودة. الخدمة ما يحتاج يعني، انا معك توصية هذا 1. انا اقول خلاص يلا 2 عشان ابو عمر بس. يلا هذا المطعم الاول، الان خلونا ننطلق للمطعم. سوي حركات هنا خالد. ايوه الان تتصل على مطعم جوردن رامزي اللي عليه 4 علامات دولار، يعني فلوس كثير. طبعا اللي يرد مين؟ جوردن رامزي بنفسه. يا اخي متواضع ما شاء الله عليك. تواضع موجود في كل مكان ما شاء الله يا اخي. يرد دائما يعني كذا، يرد على كل المكالمات. ترى هذه صارت وظيفه. I would like to book a table at Petrus. اتوقع ما سمعتني. ها I would like to book a table at Petrus restaurant. What's the soonest available table? For dinner, it would be the 29th of July. 29th of July. أحسكي. أولى. عشر. أولى. حاول رقم 2 إن نحجز مطعم جوردن رامزي. Yes, hello. I would like to book a table. For which day? Tomorrow. Okay, I'm afraid we have no availability tomorrow. What's the soonest availability you have? Oh no, actually we can do tomorrow for 3 people, you said. Are you looking for lunch or dinner? Dinner, please. 6 o'clock, 6:45. What about tomorrow for lunch? For lunch we could do 12, 12:30, 1 o'clock, 1:15. 12:30 sounds good. Okay, so just before we
the cancellation policy is 48 hours. So we are already within the cancellation window. We would send you a text message with the link and we would ask you to fill it in while we're on the phone. An international number, is that okay? Yeah, that's fine. If I could please take that number. The number is +9 66 Yes. 5 Yes. 9 6 Sorry, 8 6 Just a second, please. I'm gonna get the number. Is it the one you're calling from? Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes, yes. It's the number I'm calling. Yeah, that's... Sorry about okay, that. Okay, that's fine. I can see the number. If I could please take your first name. Yusuf. And last name. Hanawi. Sorry, how do you spell it? H I. Double N. AWI. And email address for confirmation. Yo, Mullen! Sorry about that. Oh my god! Oh my god! يبغى يسوي ميوت يبغى يسوي ميوت ما سوى يا فضيحة ترى قفلت ايوه الله ياخذك يا بندار هناوي ايش شكلك كنت تدور الرقم انا حاصل اقفلت الحين حنروح لمطعم رقم 2 حيكون حق برجر بس عشان لا نظلم وناخذ صنف وصنف حق برجر ونقيم البرجر وصلنا لمطعم رقم 2 ستريت برجر جوردن رمزي طيب عشان ما نظلمه لازم نطلب برجر دجاج وبرجر لحم اوكي صح منطقة ايش فيه دجاج وايش فيه لحم يا اخي الاونيون رينجز كان شكلها حلو في انا نفسي اونيون رينجز والله Can we have one Hell's Kitchen burger and upgrade to cheese? Yes. And another one OGR burger. Can we have one onion rings? Thank you. وش البرجر اللحم وبرجر الدجاج تدوق انت اول ادوق اللحم انت الدجاج انت ذوق اول انت ذوق الدجاج وانا ذوق اللحم طيب بس انا ما ابغى سلطه والله الجبنه ما عجبني والله تضحك استنى يا شيخ الجبنه ذا دقيق انا ابغى اجربه الحمد لله يا دجاج يا قمجة واحد جرب انا حشيل الدنيا ترى عشان اللحم حلوه ترى اجرب الماك تشيز فانا حجرب الماك تشيز حلوه هذا احلى من اللحم جد الدجاج والله رجع اللحم لولا حركه الجبنه اللحم برضو كويس الماك اند تشيز مو مره اللحم انا اعطيه 7/10 الماك اند تشيز حلو يعني متوسط 6.5 هذاك احلى اي هذاك اول مطعم احلى 6.5 باقي الدجاج انا اجربه يا انا اقول نطلب برجر ثاني للمطيري لا يا شيخ قصرت والله لذيذ مو حلو اي الدجاج حلو مره حلو الدجاج 9.5 ليه النص راح بالله؟ ليه النص ما؟ انا انفخت بالله شوفوا شكل البراقل فار مو بادري يا اخي اول البرجر وشيل الخبز اللي تحت بصل كل مزرعه جدي كامله وحطها في البرجر يا اخي اطلب ستيك يا اخي اطلب برجر يا ليل الفلسفه حقين القهوه وذا قهوه ستيك الستيك تبغى تطلبها اطلب ميديوم بلو من يقطعها من البقرة وياكلها على طول يطلب ستيك ولدن اجي مره ثانيه عشان برجر الدجاج اجي ما بين فتره وفتره نفس الشيء طيب يا اخوان حجزنا مطعم جوردن رمزي شوف طقم كيف رهيب ما شاء الله تبارك الله الطقم الرهيب ذا الطقم الرهيب ذا ما يدخل المطعم المطعم لازم نلبس بولو لازم تلبس حق غنياء يا خليني البس صراحه نروح محل نقضي كذا طقم كامل كلنا احنا الثلاثه ان شاء الله نلحق يعني
طيب يا اخوان الحمد لله قدرنا ندبر امور الطقم طقمنا سوا وصلنا المطعم الاخير من هذا المقطع. المطعم هذا اعلى شيء حتى احنا ما حنطلب الطلبات حجينا. يلا احسه مو مره ما ادري ليش احلف بالله احس وصل الستيك مع السوسج. يلا متفائل بهذا البندر. لحم مقطوع من البقره على طول. اوه ماي جاد اوه ماي جاد. لا لا يا اخوان لا لا يا ابو عمر دم لذيذ لذيذ الحمد لله. الطعم ما شاء الله الزومبي يشوفوا احلى لحم. الطبق اللي بعده يا اخوان ترى يقول كلام كثير بس انه جبنا جبنا وعسل بسرعة بسرعة. كيف بالله؟ كويس ولا أخلص؟ والله ما أدري جرب. الطبق ما قبل الأخير شوربيه. طب يلا ذوق. طيب إيش؟ يا أخي ذوق سكريم. والله لك تولك لو مو سكريم يطلع شاهد الله. بالله من جد دسم بقت العبارة عن نبات مفحوق. الطبق الأخير يا أخوان حلا والله ما أقدر أفتيلكم بس شكله شوكولاتة. يلا بندر ذوق. لذيذ لذيذ فاخر صحن أتوقع شيء واضح. طعم لذيذ طعم معروف بس لذيذ. لا لذيذ الفاتورة شباب. يلا نشوف كم مبلغ المتوقع. طيب بالفتح يا اخوان 1050 باوند. تجربة لن تتكرر. تجربة لن تتكرر للحياة الأبدية. طيب يا اخوان انا احب اقول اني اكتشفت شخصيتي في المطعم هذا. في اشياء حلوه لكن اكتشفت والله انا مو وجه الاشكال ذي. والله انا حبيبي جيب لي اكل شارع جيب لي اكل ستريت فود استمتع. المطعم والاكل كل شيء صفر. لا 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 شوف لا خليك حقاني صفر كل شيء صفر. الشيء الوحيد اللي اقيمه يمكن اللي في المطعم نفسهم كم مره يعني ذوقهم حلو وكذا يعني طيبين يستاهل 3/10. عليك ملاحظات والله يا الزميل يقول ايوه انتبه لنفسك. 1/5 يعني مستحيل انصح ولا احد. واحد من 5. طيب خلصنا الحين وين الغداء؟ الغداء انا والله ما عاد ابغى ولا اكل ولا شيء سدت نفسي. وكذا وصلنا لنهايه هذا المقطع ان شاء الله تكونوا استمتعتم. لايك شير سبسكرايب ويلا مع السلامه. ايش رايكم بالطقم؟ بس هذا ذوق بندر طبعا. عشان ما اطلع كنا طقم فرجيل يا اخوي. الكاميرا مان ترى مطقم معانا ترى يا اديتر. يلا يلا.